السابق لما نأخذ مادة التربية الوطنية. طبعاً نتحدث عن نشأة الدولة الأردنية، الدولة الأردنية النشأة وعناصر القوة. الآن الدولة الأردنية ما وصلت إلى الملك عبد الله الثاني إلا بعد مرور مراحل وفترات زمنية، بداية بالملك عبد الله الأول. طبعاً بدأت نشأة الدولة الأردنية من الثورة العربية الكبرى 10 حزيران 1916، هذا التاريخ مهم يا ناس. الثورة العربية الكبرى 10 حزيران 1916، هذا التاريخ مهم تحفظه. إذا بدأت الثورة العربية الكبرى عندما أعلن الشريف الحسين، هي كما في السورة صفحة 12، هي سورة الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى اللي أعلن الثورة العربية على الحكم التركي. كانت الدولة العثمانية هي حاكم الدول العربية، فأعلن الثورة العربية الكبرى على حكم الأتراك من أجل أن العرب هم يحكموا أنفسهم بأنفسهم، ما يكون عليهم حاكم تركي. فأعلن الثورة العربية الكبرى 10 حزيران 1916، وقاد الثورة أبناء الشريف الحسين بن علي. قادة الثورة هم أبناء الشريف